جبنة كورنيش يارك بقشرتها خضراء اللون مع عفن أبيض صريح. تأتي القشرة من أوراق نبات القراص والتي تنظف واحدة تلو الأخرى وتعطي طعما كريميا طازجا مع طعم الأعشاب البحرية والليمون، وتعد نادرة جدا لأنها تصنع في مكان واحد فقط. يصنع جبن كورنيش يارك وفقا لطريقة تاريخية عمرها 400 عام. كلمة كورنيش تعني نبات القراص، وكلمة يارك ببساطة تهجئة كلمة غراي ولكن بشكل معكوس نسبة لآلان وجين غراي المزارعين المغامرين اللذان وجدا الوصفة عام 1615 لجبن شبه صلب ملفوف بنبات القراص. في عام 1984 باعت شركة غراي الوصفة لمايكل ومارغريت هوريل اللذان أنشأ مصنع بنغريب فارم في مقاطعة كورنوال جنوب غرب إنجلترا. في عام 2001 عندما تقاعد الثنائي هوريل انتقل جميع الإنتاج إلى شركة ليناردريز التي أقامت في نفس المزرعة. مثل كل أنواع الجبن في العالم يبدأ هنا كل شيء بالحليب الطازج والمخثرات، وفي حالة كورنيش يارك البكتيريا المسؤولة عن إطلاق العفن الأبيض في مرحلة التعطيق. يفرق مصل اللبن شيئا فشيئا وبشكل لطيف لكي تجد البكتيريا شيئا من السكر الموجود في مصل اللبن لتتغذى عليه، وهذا ما يحافظ على نكهة كورنيش يارك. يتم اختبار مصل اللبن 20 مرة لكل وعاء بين كل خطوة، وذلك لمراقبة درجة الحرارة ومستويات حمض اللاكتيك والذي سوف يعطينا جبنا متفتتا. تقطع الخثارة ويتم اختبارها عدة مرات لبضع ساعات خلال عملية التصنيع. بعد تجفيف مصل اللبن بشكل كامل تملح الخثارة وتقطع لقطع صغيرة جدا وتوضع في قوالب ويضغط عليها. بعد قضاء 24 ساعة بين الضغط والمحلول الملحي تكون القوالب جاهزة لتغليفها بورق القراص. في كل عام بين أيار وتموز يخرجون في الحقول لاختيار نبات القراص اللاذع الذي يستخدم لتغليف الجبن بعناية، ويتم تجميد الكمية كاملة وذلك لتجميد الهياكل الصغيرة التي تشبه الإبر والتي تسبب اللدغة والطفح الجلدي عند تلامس جلد الإنسان. تغمس الأوراق بالماء بشكل كامل 5 مرات ثم تلصق بالقالب باستخدام فرشاة. ينضج كورنيش يارك لمدة 21 يوم ويتقدم في العمر في غرف النضج الباردة ذات الرطوبة العالية. تحافظ درجة الحرارة الباردة على الجبن والقراص والذي يتحلل بسهولة في بيئته الدافئة، ويساعد القراص أيضا الجبن على النضوج مما يمنحه صلابة ويخلق قشرة. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بحلقة اليوم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وانتظار الحلقة القادمة وبنفس الموعد.